عليكم، اسمي عبيد الحمد البدور، انا مصور فنان اماراتي، عمري 29 سنه وانا من دبي. انا بديت في التصوير والله من صغري، كنت في المدرسه من عمري 13-14، ثم كانت في كاميرا في يدي. انا تاثرت لان ابوي الله يحفظه وهلي كانوا وايد يوثقون سيرتنا في الحياه ونحن صغار، فانا كنت ابغى ادون حياتي واصور ربعي نحن نسافر نعتمر نسير رحلات للبر واوثقها. والحين دام انك كبرت اقدر صراحه يعني اشوف هذه الصور بقلب سعيد، وحتى الشباب يعني ترجعهم الى ذكريات طيبه. فبديت التصوير بطريقه توثيقيه زين، بس من كبرت وقبلنا نطلع ونغامر بعد الجامعه نسير البر نطلع رحلات نسوي هايكنج، تاثرت كثير بخلق رب العالمين، وكنت اتامل كثير في الطبيعه، وقلت يا الله على هذا الشعور، وكنت ابغى يعني صدق احصن نفسي واعمل بطريقه ان اصور هذه اللحظه والمشاعر اللي قاعد احس بها، واحاول اني اترجمها للمشاهدين لو الناس يشوفون الصور. فانا هذه كانت قصتي في التصوير. فخلينا نقول انا بديت من عمري 15 ومن كملت 22 23 سنه قمت ادخل فيها بقوه وبشده وشغف ما حسيت بها من قبل. أنا أصلاً من تخرجت من الجامعة كنت أشتغل موظف في البنك، كنت أتعامل مع الدوائر الحكومية، وصراحة تعلمت كثير. وفي هذه الفترة الصراحة الأهم شيء إن كنت أقدر أسوي إن أتعلم، وصراحة بعد كان إن أحصل مبلغ زين في الراتب عشان أسدد الأشياء والالتزامات اللي عندي، وبعد إن أسس حياتي. من سويت هذا الشيء كان عمري يمكن 25 سنة 26 سنة، وقلت أوكي بعدني الحمد لله ساكن مع أهلي، بعد ما كنت معرس ما عندي صرفيات والحمد لله سددت كل شيء اللي عندي. فقلت ان يمكن هذه الفتره الوحيده اللي في حياتي اني اقدر اخذ قرار كبير وادخل في شيء انا احبه، واذا ما نفع هذا نصيب من رب العالمين. فدخلت في التصوير، والحمد لله من دخلت في مجال التصوير دخلت على برنامج ناشونال جيوغرافيك من هون سبي ناجيو فوتوغرافر اسم البرنامج، الحمد لله حصلت على المركز الثاني. دخلت في مؤسسه شيخ سلام للفنانين الحمد لله في الدفعه الخامسه، وصرنا امريكا ورجعنا وتعلمنا كثير، ويعني صراحه كان عالم عجيب وجديد، يعني عالم يعني عالم الفنون وعالم الكلام الفني والتفكير الفني غير تماما عن عالم التجاره والبزنس والفاينانس وهكذا. فانا دخلت هذا الشيء هذا في 2018 2019 الحمد لله كان لي اول مهرجان اشارك فيه، كان سولو اكزيبيشن للشروق في مهرجان اكسبوجر للتصوير في الشارجه، والحمد لله كل اعمالي كانت اعمال الشارجه والصور الشارجه. وانا صراحه انا من دبي، والصراحه ما كنت اعرف الشارجه كثير، ما كنا نروح لها كثير ونحن صغار، بس انا قمت اتعمق في حبها كثير من دخلت في هذا المهرجان واصور لها تحت دائره الثقافه مهرجان الفنون الاسلاميه قصدي، ومن قمت اسير البر في الرفاده والمدام واشوف غروب الشمس ونصلي هناك، يعني قلت يعني ما احلاها الاحساس. صراحة لين الحين في مكان خاص، او يعني شارجة لها منطقة خاصة في قلبي، وشعور يعني صراحة ما اقدر اشعره لاي امارة ثانية غير الشارجة. فانا دخلت في هذا المجال، والحمد لله الحين هذا ثالث مشاركة لي في مهرجان، ومهرجان الفنون الاسلامية. سابقا كنت كمصور خلف الكواليس، كنت اصور صور توثيقية للفنانين، وكنت اتاثر بالفنانين. والحين الحمد لله قدرنا نشارك كفنان. قلت الله على الرحلة الجميلة هذه، وبغيت أشكر دائرة الثقافة أن أعطوني الفرصة هذه الجميلة. عن إيجابيات وسلبيات التصوير، ومش بس كتصوير كمصور وبعد كفنان. الصراحة شوفي أنا البشر، فأكيد كان في كلام بيني وبين الأهل زين. أبوي كان يشك يقول زين شو اللي بيصير، ما بتحصل راتب، كل يعني هذا من حقه، من حق كل ابو، وافهم. بس الحمد لله انا اسست نفسي صح، والحمد لله خليت اهلي يثقون فيي من زمان، من عمري 20 صرت درست برا في امريكا ورجعت زين، وصرت قدرت يعني احمل كم المسؤوليه واثبت لهم ان انا قادر عليها. والحمد لله ابوي اعطاني كلمه انا سمعتها وما انساها، قال لي عبيد هذا المجال وهذا مستقبلك شيء اخاف عليه، بس انت الادرى وانا اثق فيك، سوي الصح ولدي. على هذا الكلام كنت جالس افكر في هذا الشيء،
الحمد لله دخلت في مجال التصوير. السلبيات هي اكثر شيء انه كيف واحد يحمس نفسه انه ينش كل يوم الصبح وينتج. الحين الوقت اصبح وقتي، اذا ما اشتغل اليوم ما انتجت اليوم، ما سويت اليوم. ففي دائما في خلاف او مثل يقولون كونفليكت بين نفسي الروحاني اللي ابغى اريح، ابغى اروح، ابغى اصور، ابغى استانس في الطبيعه، والناحيه الماليه والبزنس انه لازم تروح، لازم تشوف، ولازم تدور على زباين، لازم تنتج، لازم تطلع افكار، لازم تتكلم مع الناس. فهو بين هذا وهذا الصراحه. وهي يعني مثل ما يقولون اتس فن، يعني تشالنجينج وصعب، بس شيء وايد يحمس. يعني انا احب اتحمس يوم تجيني افكار، اتحمس اكثر عن ما مثلا يوم كنت في البنك. مش ان البنك ما كان زين، بس ما كان لي. الفنان اذا ما قدر يسوي عمل او ما قدر يصنع عمل فني، يعني في تحسين ان في شيء قاعد ياكله من داخل.